أهلا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات. هذه الحلقة ليست مخصصة للرد على قناة مساحة بالتحديد، كما يجب التنويه أنني لست نباتي، كما أنني آكل اللحم بانتظام وبشكل معتدل، ولكنني رأيت في هذه الحلقة التي حملها يوسف قبل سنتين فيها بعض الأخطاء العلمية التي يجب اتضاحها وتوضيحها للمشاهدين، ليس على سبيل الاستهزاء أو الرد بل فقط للنصح. فأنا أحترم صاحب قناة مساحة وأرى أنه عبارة عن منبع علمي وعبارة عن منبر يجب احترامه، ولكن لا بد من النقد ولا بد من الانتقاد وحرية التعبير، وأظن أنه يوافقني في الرأي. والآن دعنا نسمع بعض مقاطعه التي يتحدث عن النباتيين، فلنبدأ. مستند من جريدة العربية، وهي جريدة موثقة لدى العالم العربي بأجمعه، يقول بالعنوان العريض: هل تشعر النباتات بالألم؟ والعلم يجيب. هنا يبدأ المقدمة. هل هناك إمكانية علمية أن تشعر النبات بالألم؟ وهذا هو السؤال. يقول الجواب هو نعم يوجد إمكانية، هناك إمكانية علمية، ولكن هل العلم متأكد أنها تشعر بالألم؟ لاحظ الجواب المباشر والبسيط هو كلا. فالألم مرتبط علميا بالدماغ والجهاز العصبي والنباتات، لا تمتلك دماغا أو جهازا عصبيا ولذلك لا تشعر بالألم. لكن إذ كانت النباتات لا تشعر بالألم لأن ليس لها دماغ وجهازا عصبيا، فكيف إذن تتنفس؟ وهنا يقول الموقع بكل أريحية بأن النباتات لا تشعر بالألم، لذلك ما قدمته يا سيد يوسف في هذه الحلقة ليس مقنعا، بل إنما مخالف للمواقع العلمية. لذلك لا يمكنك أن تقارن بين تعذيب الحيوان وخصوصا الثدييات الذي لديهم جهاز عصبي معقد مع النباتات. فالنباتات لا تشعر بالألم كما أنت قلت، وليس هناك إجماع علمي، بالرغم أنك عرضت بعض الدراسات ولكن ليس مقبول لدى كافة العلماء. هذا هو ردي على المقطع الأول من قصتك ومن الفيديو الذي وضحته. والآن دعنا ننتقل إلى المقطع الثاني نشاهده معا. ودفاعا عن فكرتك، وآخر خرافة خرجت إلينا أن النظام الغذائي النباتي أحسن نظام. هل فعلا تصدق نفسك؟ هل تعتقد أنك فقط لو أصبحت نباتيا لمدة 5 سنين فهذا يعني أنك في الطريق الصحيح؟ هل هذا يعني أن النظام الذي تتبعه هو النظام الصحيح فعلا؟ دعني نذهب إلى الويب سايت موقع الموضوع، وهو موقع متوفر في الإنترنت يمكنكم العودة إليه والتحقق من المعلومات التي عرضتها. يقول بعنوان العارض أمامكم: أضرار اللحوم. وهنا نرى الصورة، صورة اللحوم التي هي تتضح أمامنا. يقول الموقع: أضرار اللحوم. تعرف اللحوم بأنها عضلات أو أعضاء الحيوانات المستهلكة كغذاء، وتعتبر اللحوم عنصر أساسي في العديد من الأنظمة الغذائية، كما أنها مصدر البروتينات والمغذيات، ولكنها ارتبطت بالعديد من المشاكل الصحية للإنسان، حيث ارتبطت العلوم المصنعة بزيادة خطر الإصابة بالسرطان، خاصة سرطان القولون، كما أن له تأثير سلبي على صحة القلب والشرايين، وقد تعمل على زيادة خطر الإصابة بالسكري والإصابة بالسمنة وزيادة الوزن عند تناولها بكميات عالية. لماذا أخفيت يا يوسف هذا الموقع؟ ولماذا لم تذكره للمشاهدين؟ فصحيح أن اللحوم هي عبارة عن مادة أساسية لبناء الإنسان، ولكن لديه أضرار، ولكن فعلا لقد أخفيت هذه المعلومة ولم تصرح بها، وهذا نقص وطعن في مصداقيتك العلمية وأيضا في أمانتك لنقل المعلومة لدى المشاهدين. لذلك نستنتج من الدليلين الذي قدمتهم لكم أن النبات لا يشعر بالألم، وأن تعذيب حيوان ليس بنفس المستوى لتعذيب النبات طبعا، وأيضا أن اللحوم له أضرار، وأن الغذاء النباتي قد يكون أفضل في بعض الأحيان. ولكن الخلاصة، وإذا أردتم رأيي الشخصي، فأنا هنا لم أكن معارض ليوسف، وإنما ذكرت بعض الأخطاء التي وقع فيها، والتي هي أخطاء جوهرية كان لابد له أن
يتضح ويكشف أفضل من ذلك. في النهاية أعزائي، كان معكم هارون من قناة النجاح، أرجو أنكم استفدتم من الحلقة.